بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فبين أيدينا فوائد عظيمة مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام. وقصته فيها سورة كاملة في كتاب الله جل وعلا، ذكر الله عز وجل فيها تفاصيل عجيبة لقصة هذا النبي، فيها عبر بالغات وعظات متنوعات ودروس ماتعات. ذكر الله عز وجل في أول السورة أن في قصته آيات للسائلين، وذكر في تمام السورة أن فيها عبرة للمعتبرين. ولهذا ينبغي على المسلم وعلى طالب العلم خاصة أن يقف مع هذه السورة ومضامينها وفوائدها، وأهل العلم في قديم الزمان وحديثه لهم عناية بالفوائد المستنبطة من هذه السورة العظيمة. وهذه الرسالة التي بين أيدينا رسالة مختصرة للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، كتبها في هذه الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه السلام، ورتبها ترتيبا جميلا وعرضها عرضا شيقا. فنسأل الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا الجلوس لقراءة هذه الرسالة أن يكتب لنا أجمعين النفع والفائدة، وأن يجعل هذا الذي نقرأه ونتعلمه حجة لنا لا علينا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.